يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وعليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ففي هذه الآيات التي قرأت علينا في الصلاة من سورة الأنبياء وسورة الأنبياء سورة مكية القرآن المكي كما علمنا وما نزل قبل الهجرة سواء نزل بمكة أم بالمدينة والقرآن المدني وما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أو بغيرها. وهذه السورة العظيمة انقسمت قسمين، قسم بين الله جل وعلا فيه فضل التوحيد و رد على يعني ذم الله عز وجل المشركين جميعا وذم أهل الغفلة في مطلع السورة وبين ضعف شبهات وبين سقوط شبهات المشركين، فأرسل الله عز وجل في نصف السورة الأول دعائم التوحيد وقواه الله عز وجل وبين مآل الفريقين. نصف الثاني من السورة أورد الله عز وجل فيه قصص الأنبياء والتي تدأت من قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وحين أورد قصة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه وجداله لقومه وتحطيمه الأصنام أورد بعده قصة لوط ثم نوح عليه السلام، ثم أشار إلى قصة سليمان وداود وأورد إشارات سريعة إلى قصة أيوب عليه السلام وصبره على البلاء، وتلاه بإشارة سريعة وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وذنون ويونس عليه السلام، وزكريا في دعائه ربه سبحانه وتعالى وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لم يرد في قصص الأنبياء لم ترد على نسق التاريخي يعني على الترتيب التاريخي، لأن المقصود فقط هو الإشارة والعظة من دعوة الأنبياء إلى التوحيد وصبرهم على أقوامهم، ولذلك يعني كان التنويه والتنبيه على مسألة الصبر والاحتساب مهما أصيب العبد في الله عز وجل من الابتلاءات والمحن فإنه لا ينقطع أمله عن الله جل وعلا، وكذلك صبر واحتساب. ولذلك ضرب المثل بأيوب، لجود ربي المثل بالصبر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهذا الأدب الذي أراده الله عز وجل من عباده أن يتعلموا أن الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان، فالأنبياء يبتلون، نعم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فسيف البلاء في الدنيا على الجميع. الدنيا ليست دار هناء ولا سعادة وإنما هي دار ابتلاء وامتحان. ومن تقدير الله عز وجل أن تكون الدنيا هكذا حتى لا يطمئن لها أحد، لأن الاطمئنان في الدنيا يتبعه الركون إليها، والركون إلى الدنيا يتبع نسيان الدار الآخرة. لذا قال جل وعلا إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذا الابتلاء مع كونه مؤلما للعبد
إلا أن الله جل وعلا قدره في هذه الدنيا، لأنها ليست لأنها دار ابتلاء وامتحان، وليست دار هناء وسعادة. أما الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، يبقى الأكل فيها إيه؟ رغد، سعادة، هناء، هذه ليست في الدنيا، حتى انقطع أملك عن أن تكون هناك هناء أو سعادة في الدنيا أبدا. الدنيا يوم ويوم، كما قال جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن الملمح الأصيل في قصص الأنبياء هو الصبر والاحتساب، هذا الملمح الأصيل. حين يهجم الابتلاء، سواء كان هذا البلاء في الأبدان أو في الأولاد أو في الأحوال العامة، فالملاذ في مثل ذلك هو الاعتصام بالله عز وجل وكثرة الدعاء وتضرع لله عز وجل. ولذلك أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، فتضرع إلى الله جل وعلا بكشف الضر، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، وكان قد فقد أبناء فرد الله عليه أبناءه ورزقه مثلهم وآتيناه مثلهم فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، حتى يتذكر الناس يعني فضل الدعاء والتضرع لله عز وجل والاستجابة له. وحين وهب الله عز وجل لزكريا وكذلك يعني وحين يعني ضرب المثل بأيوب ذكر ذنون وذنون إذ ذهب مغاضبا، هنا لم يصبر كما قدر كما أمره الله عز وجل على قومه، وإنما أغضبه قومه في معاندتهم له، فخرج وتركهم ولم يؤذن له بذلك، فجرى عليه ما جرى. فلو لذا قال جل وعلا فالتقمه الحوت وهو مليم، هو مليم يعني ملام على ما فعله، أنه خرج من قومه ولم يصبر عليهم كما أمره الله عز وجل، لذلك جرى عليه ما جرى. لكن الله جل وعلا نجاه، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والتسبيح اللي ذكر في الصفات ده مفصل في الأنبياء. وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى فظن أن لن نقدر عليه؟ هو ظن أن الله جل وعلا لا يقدر عليه؟ لا، فظن أننا لن نضيق عليه في يعني هنا ظن بالله ظن حسنا، وظن الحسن ده نفعه الله عز وجل به. يبقى فظن أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه حين دخل في بطن الحوت، فعلم أن الله جل وعلا سيجعل له فرجا ومخرجا. يعني وظنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلتعلم فضل هذا الدعاء حين تكون في محنة أو في بلية، فلتعلم فضل هذا الدعاء لا إله إلا أنت، تضرع إلى الله جل وعلا وتوسل إليه بالتوحيد، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ولكن هل هذا يخص الأنبياء فقط؟ لا، الأنبياء وأتباع الأنبياء وكذلك ننجي المؤمنين. إذن الملمح الأصيل في هذه القصص هو الاعتصام بالله عز وجل عند الابتلاء والتضرع لله عز وجل وإنزال الحاجة بالله سبحانه وتعالى، كما علمنا الأنبياء. وهذا زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، وكانت امرأته عاقرة،
وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، جعلناها صالحة للإنجاب، وهي كانت عاقرا وكانت عجوزا، يعني انقطعت جميع الأسباب، لكن الله جل وعلا مسبب الأسباب. التعقيب الأخير على هدي الأنبياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه من أسباب الإجابة ومن أسباب رفع الابتلاء والمحنة، أن تعرف الله عز وجل في الرخاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعرف الله في الشدة يعرفك في الرخاء. استغفر الله، اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني ما تنتظرش، لا تنتظر أوقات المحنة، لا، وانت الحمد لله في سعة، فكن قريبا من الله جل وعلا، معتصما به، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. بالجملة أورد الله عز وجل سير الأنبياء إشارات لطيفة جدا حتى تكون نبراسا ومثالا تحتجي به في صبرك واحتسابك واعتصامك بالله وإنزال حاجتك بالله وكثرة الدعاء والتضرع. فهذه هي الربع الذي قرئ علينا، وهذه بعض الفوائد المتعلقة به. وكنا قد توقفنا عند باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. طبعا المدينة كانت قبل هجرة النبي صلى الله وسلم عليه تسمى بيثرب، لكن النبي صلى الله وسلم عليه سماها المدينة، والمدينة ليست كأي مدينة، هي طيبة، سماها كذلك عليه الصلاة والسلام طيبة، وطابة، طابت بسكينها صلى الله عليه وسلم، وطابت بنزول الوحي على ثراها. فالمدينة ليست كأي مدينة، اختارها الله عز وجل وجعلها مهاجر نبيه صلى الله عليه وسلم، هاجر إليها وأصحابه وسكنها النبي صلى الله وسلم عليه. ودعاء، لذا قال: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة ودعا لأهلها ودعا بالبركة فيها، وكما سيأتي في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة، يعني أن تكون أكثر من ضعفي مكة، أن يجعل الله عز وجل فيها من البركة كضعفي مكة. مكة بلد مبارك، لكن البركة في المدينة أعظم بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرامها. إذن المدينة حرام كما أن مكة أيضا حرام. حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها، المد اللي هو ملء اليدين، هذا المد، وصاعها، والصاع أربعة أمداد، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. يعني دعا النبي صلى الله عليه بالبركة في مد أهل المدينة وفي صاع أهل المدينة، نعم، مثل ما دعا إبراهيم صلى الله عليه السلام لمكة. إذن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه بارك الله عز وجل في مد أهل المدينة وفي صاعها. والكلام ده ملاحظ جدا، ملاحظ جدا لمن زار المدينة أو عاش في المدينة، فيجد فيها من البركة ومن السكينة والسكن ما لا يجدوه في غيرها. نعم،
ولذلك من 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 شدة حب الصحابة للمدينة دعا عمر رضي الله عنه قال اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، من دعا أن يرزق الشهادة في المدينة، وأعطى الله عمر رضي الله عنه رسوله وكانت الشهادة له في المدينة، قتل في المدينة في صلاة الفجر، استشهد في المدينة عمر رضي الله عنه في صلاة الفجر. وهذا كان غير متصور، يعني كيف هو أمير المؤمنين والخليفة، كيف تصور له شهادة في أرض الخلافة؟ صعب جدا. لكن هذا كان دعاء عمر رضي الله عنه، ويعني أعطاه الله جل وعلا سهولة. هنا في الحديث إن إبراهيم حرم مكة ودعا له، ومر علينا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللي هجرت بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، ثم قال عليه الصلاة والسلام عم الفتح إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. طب هنا يقول إن إبراهيم حرم مكة ودعا له، مفهوم يعني دلالة الحديث الأول بأن التحريم كان ثابت من إيه؟ من يوم خلق السماوات والأرض، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. ودلالة هذا الحديث بأن التحريم كان في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. في المسألة خلاف كبير بين العلماء، في المسألة خلاف بين أهل العلم على قولين. قول الأول منهم من يقول بأن التحريم كان ثابتا لمكة منذ خلق الله السماوات والأرض، ومنهم من يقول بأن مكة كانت حلالا حتى كان زمن إبراهيم، فحرمت في زمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بأمر الله له بذلك. طيب، أصحاب القول الأول الذين يقولون بأن التحريم كان ثابتا منذ لمكة منذ خلق السماوات والأرض، ماذا يقولون في هذا الحديث؟ يقولون إن التحريم كان ثابتا لكنه كان خفيا، أظهره الله جل وعلا في زمن إبراهيم. وأصحاب القول الثاني اللي هم قالوا إن مكة كانت حلالا، نعم، وحرمت بسبب دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. طب ماذا يردون على الحديث الأول؟ يقولون إن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ بأنه سيحارب مكة بسبب دعوة إبراهيم صلوات الله وسلامه. لذلك المسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم. على كل حال، نعم، فمكة بلد حرام، سواء قلنا بأن التحريم كان منذ خلق الله السماوات والأرض كما هو أصل يعني دلالة الحديث، أو قلنا بأن التحريم كان في زمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وثبت في اللوح المحفوظ أن الله جل وعلا سيحارب مكة. على كل حال، فمكة بلد حرام، ومعنى بلد حرام أنه ثبتت له أحكام تخصه من تحريم الصيد فيها وتحريم قطع شجرها، ولا يقتل خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط ساقطتها يعني اللقطة إلا لمنشد. علمنا كل هذا، تكلمنا عليه، إن اللقطة في الحرم لا تحل لأحد أبدا. اللقطة في غير الحرم ممكن يعرفها سنة، يعني يخبر الناس أنه وجد شيئا خلال سنة، لو جاء أحد أعطاه، لو جاء صاحبه، إذا لم يأت صاحبه أنفق على نفسه، إلا لقطة الحرم فإنها لا تحل لأحد أبدا. على كل حال، المدينة أيضا حرام، إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصعيها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. الإمام البخاري بوب الحديث فقال: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم. يعني في بركة لصاع أهل المدينة، وكذلك بركة في مد أهل المدينة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني. أبو طلحة الأنصاري. فخرج بي أبو طلحة
يردفني وراءه، يردفني وراءه يعني على الدابة. وفي جواز الإرداف كما مر علينا، يعني واحد يركب خلف واحد على الدابة لا حرج في ذلك، وأن هذا لا ينافي الأدب. والنبي عليه السلام في حجة وداع أردف أسامة ابن زيد وأردف الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال فكنت أخدم رسول الله، أنس رضي الله عنه يقول فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جواز يعني انتداب الخادم، وأنه لا حرج في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم انتدب أنس بن مالك. قال فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول، يعني أسمعه كثيرا أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين وغلبة الرجال. طيب اللهم، هذا دعاء، الدعاء ده من الأدعية العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ومن أسباب زوال الهم والحزن. اللهم إني فكنت أسمع يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن الهم والحزن. والحزن بمعنى الحزن، والحزن منهي عنه. لا تحزن إن الله معنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. طب كيف يكون منهيا عنه؟ يعني والله جل وعلا ذكر عن أيوب عليه السلام فتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا شيء فطري، يعني الحزن هنا حزن يعقوب على يوسف شيء فطري، يعني لا يملكه أحد. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما 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 يرضي الرب. فالشيء الفطري لا يلام عليه العبد. على كل حال نحن مأمورون بالاستعاذة بالله جل وعلا من الهم والحزن، وهذا دعاء عظيم. والهم ده بيضعف العبد، والحزن أيضا بيضعفه ويضعف عبادته ويغير باله ويعكر عليه يعني باله. والعجز والكسل، والعجز ده مصيبة كبيرة جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال استعن بالله ولا تعجز. والعجز والكسل، كسل بمعنى الفتور عن العبادة وعن المهام. استعاذ النبي صلوات الله وسلامه عليه من العجز والكسل والبخل والجبن، وهما من أرض الصفات. والبخل يعني ده صعب جدا، يعني ده يعني يصعب على المعالجين علاجه. وكذلك الجبن، جبن الضعف في الشخصية وخوار. وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين معناه ثقل الدين وكثرة الديون التي تخرج العبد عن حد الاعتدال، هذا معنى ضلع الدين. والدين هم بالليل وذل بالنهار، ولذلك حرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أمر الدين جدا. وكان في أول حاله إذا جاءه رجل سأل النبي يعني كي يصلي عليه في صلاة الجنازة، فكان يسأل إذا كان عليه دين يقول صلوا على صاحبكم حتى تحمل أحد الدين عنه. فالدين ليس هينا، الدين ليس هينا، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. لذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وضلع الدين. وضلع الدين ده ثقل الدين اللي يجعل الإنسان يعد ويخلف ويأخذ أموال الناس ولا يؤديها في وقتها، ويسبب له ذل بالنهار وهم في الليل. فالدين كلما استطعت أن تبتعد عنه كلما كنت في سعة. في بعض الناس ديدنه الديون، فهو ده اللي حيصاب بضلع الدين، تثقله الديون يعني تذله في النهار وتهمه في الليل، لذلك وجب الاستعاذة من ذلك. ف
فالدين لا تلجأ له يعني إلا في الضرورة، في الضرورات القصوى، لأنه جائز في الجملة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وسقا مشعيا، استدان النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو جائز لكن عند الضرورة، لكن متى كان عندك مندوحة يعني سعة ابعد عن دين الله وضلع الدين وغلبت الرجال. وغلبت الرجال معناه إيه؟ معناه يعني الضعف بين الناس، نعم، وتسلط الرجال عليه وقهر الرجال له، اللهم المستعان. فنتعلم هذا الدعاء، اللهم اني اعوذ بك، فكنت كثيرا فكنت اصنع يكثر ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وذكرنا ضلع الدين اللي هو ثقل الدين الذي يجعل عبدي يخلف وعده وكذلك لا يؤدي حقوق الناس. قال فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها. صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من سبي خيبر. أبوها حيي بن أخطب، يعني رأس اليهود. فصفية أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأم المؤمنين رضي الله عنها. لذا قال وأقبل بصفية بنت حيي، بنت حيي قد حازها، وكانت رضي الله عنها من أجمل نساء العرب رضي الله عنها. فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء. فكنت أراه يحوي لها، يحوي لها يعني يضع على البعير يعني حوية أو كساء يوضع حول سنام البعير. البعير بيوضع عليه إيه؟ كساء من حشو حتى يخفف إيه؟ يعني يخف على الراكب يعني الركوب على الناقه. قال فكنت اراه يحوي لها وراءه بعباءة او بكساء ثم يردفها وراءه. كان مثلا يردف صفيه رضي الله عنها وراءه، وفي جواز اردف الرجل لامراته، نعم، طالما انها متستره. وهذا هو الظن بام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. حتى إذا كنا بالصهباء، والصهباء هو موضع بين خيبر والمدينة، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع. والحيس هو التمر، لما تنزع منه النوى، إذا نزعت من التمر النوى ودلكته في السمن في بشيء من السمن فهذا هو الحيس. يعني إذا صنع حيسا في نطع اللي هو إيه؟ الوليمة إيه؟ وليمة العرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أولم ولو بشاء. فاستفدنا من ذلك سنية الوليمة في العرس، ولا يشترط في الوليمة اللحم، لأنه هنا صنع صنع حيسا في نطع. الحيس اللي هو تمر، تمر باللبن بالأقط والأقط مثل الزبد كده والسمن. يبقى لا يشترط في الوليمة اللحم، يبقى الوليمة على قدر ايه؟ على قدر السعة. المهم يكون هناك وليمة في الزواج. إذا قال حتى إذا كنا بالصهباء صنع حيسا في نطع، والنطع اللي هو مثل مفرش الذي يفرش عليه الطعام، يوضع عليه الطعام. ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. كان ذلك بناءه بها يعني وليمة عرس النبي صلى الله عليه وسلم عليه دخوله على صفية رضي الله عنه. ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد، بدا له إيه؟ يعني في طريق لما وصل إلى المدينة، حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. جبل أحد جبل طوله حوالي 6 كيلومترات، وجبل مميز جدا ولونه يعني يميل إلى الحمرة. والجبل ده، هذا الجبل كان له عاطفة نحو النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قد يقول قائل طبيعي، هي الجمادات فيها تحب، هذا جبل يحبنا ونحبه، والجبل ده جماد، فكيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الجبل جماد، بمعنى كونه جماد مش معنى انه ليس به حياه، جماد يعني لا يتحرك، جماد يعني لا يتحرك لكن به حياه. والدلاله على ان به حياه مثل هذه العاطفه، ما هذا لا يكون الا في الا اذا كان هناك حياه. اذا الجماد سمي جمادا لكونه لا يتحرك امامك، لكن هل هذا هل معنى كون جمادا ليس به حياه؟ لا، بدلاله احاديث كثيره جدا وردت بينت ان في الجمادات حياه. حديث مسعود رضي الله عنه عند البخاري قال: كنا ناكل الطعام ونسمع تسبيح. هذه كرامه، هذه كرامه للصحابه، اسمعهم الله عز وجل تسبيح الطعام. والله جل وعلا قلت: تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. طيب، الحديث الذي رواه مسلم في صحيح: إني لأعلم حاجرا بمكة كلما مررت عليه سلم علي وأسمع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم عليه سلام الحجر. ها؟ إني لا أعرف حاجرا بمكة كلما مررت عليه سلم علي. طيب، وحين اغتسل موسى صلوات الله، حين اتهم بنو اسرائيل موسى عليه السلام، اتهموه بانه آدر، آدر يعني عظيم الخصية، شيء يعني وسموه بصفة نقص. والانبياء على اعلى درجات في الكمال، الخلق والخلق، ولا يبتلى الانبياء ابدا بصفة تنفر الناس عنه. ولذلك الاقوال التي قيلت في ايوب ان هو ابتلي بمرض، والمرض ده جعلته ينفر الناس منه ووضع على مزبله ونحو ذلك، كل هذه اقوال ساقطه، لان الانبياء امروا بالتبليغ. لا يمكن ابدا ان يبتلى نبي بمرض ينفر الناس عنه، هذه اقوال ساقطه ضعيفه لا تصح ابدا. كيف وان امراته ذهبت تخدم الناس ونحو ذلك، وهذا الكلام لا يحصل. هذه اقوال مجرده لا دليل عليها، وهي ضعيفة وتنافي العصمة التي على الأنبياء. الشاهد أن لما وضع موسى عليه السلام ثوبه على الحجر، ماذا فعل الحجر؟ فر الحجر بالثوب. وكان موسى يغتسل عريانا، وفي جواز الاغتسال وفي جواز التعري عند الاغتسال، أن موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا، والحديث ورد في شرعنا. فجعل موسى وضع ثوبه على الحجر واغتسل موسى عليه السلام، فر الحجر بثياب موسى، وموسى عليه السلام يجري خلف الحجر عريان ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. فلما رأه بني إسرائيل قالوا: ما بموسى بأس؟ بهت. قالوا: والله ما بموسى بأس. لما رأوه يعني كان يتهمون بأنه آدر عظيم الخصية، فرأوه على 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 أعظم ما يكون، على أكمل ما يكون الناس، قالوا: لا، ليس بموسى بأس. لكن كان فرار الحجر هنا في بعد حجر إليه، الحجر كان عنده إدراك ولا لا؟ فبإذن فأمر بأمر الله فانصرف الحجر عنه. الحنين الذي كان، الجزع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ترك ولما وضع له المنبر حن له الجزع ولا لا؟ حن الجزع، ولم يزل يسمع له حين حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم والتزم عليه الصلاة. إذن الجمادات بها حياة، ومعنى كونها جمادات إنها فقط لا تتحرك لكن بها حياة. لذا قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. إذا كان له عاطفة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك حب هذا الجبل من السنة، حب جبل أحد ده من السنة. قال: هذا الجبل يحبنا ونحبه. كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي عليه الصلاة. فلما أشرف على المدينة يعني قال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها. جبليها اللي هو إيه؟ من عير إلى ثور، اللي هما جبل في أول المدينة وآخر المدينة القديمة.
قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة. إذن كان إذا حرمت المدينة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حرما. ولذلك الصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. اللهم بارك لهم في مدهم وصعيهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لأهل المدينة في مدهم وصعيهم. أنا والله أذكر يوما إحنا كنا ثلاث أشخاص أو أربعة أشخاص ثلاثة واشترينا بريال فول بريال واحد فول. والله العظيم أكلنا نحن الثلاثة من الريال بالفول ده والله. أي والله اشترينا بريال فول فقط وريال تميس خبز كده ما شاء خبز يعني أفغاني. نحن ثلاثتنا أكلنا من الفول ده سبحان الله. اللهم بارك لهم في مدهم وصعيهم. البخاري رحمه الله تعالى بوب هذا الحديث قال باب الحيس. باب الحيس اللي هو ايه اللي الوليمه التي صنعها النبي صلى الله عليه وسلم للصفيه. فدل على ان الوليمه لو اشترط فيها لحمه عشان كده ان شاء الله لما الاخوه لما تزوجوا يعني لما يلموا واحد يقول له فين اين اللحم يقول له لا يشترط اللحم. اولى من النبي صلى الله عليه وسلم على صفيه بحيس. حديث أنس عن عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم. ما بين كذا إلى كذا، ما بين كذا إلى كذا مفصل في رواية أخرى ما بين عير إلى ثور هما جبل المدينة لا يقطع شجرها. في دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز قطع شجر المدينة كقطع كشجر مكة تماما، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يجيز قطع الشجر ومذهب الجمهور هو الصريح الموافق للحديث قال لا يقطع شجره. طبعا لما أبو حنيفة يجيز هذا احنا يعني نقول والله هذا قول مخالف للسنة لعله لم يصل الحديث. قول مالك والشافعي والجمهور أنه لا يجوز قطع الشجر الحرام. نعم. وأن من قطع شجر الحرام على أصح قولي العلم فيه الضمان. والشافعي يقول الشجرة الكبيرة فيها بقرة والصغيرة فيها شاة. لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقول عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثا يعني من أحدث فيها معصية أو بدعة فالحدث يطلق على المعاصي والفسق والفجور والبدعة. نعم. لأن المدينة بلد يا مبارك من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يبقى هنا خصوص المدينة والتحريج والحرج. نعم. أن الإنسان يكون في المدينة فيحدث فيها حدثا من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. يبقى هنا من أحدث فيها حدثا اللي هو الفاعل نفسه أو آوى محدثا ساعد وعاون رجلا من أهل الفساد أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا. احنا اليوم دي والله احنا يعني الذي يحصل في بلاد الحرمين هذه الأيام والله العظيم حدث جلل. والله جلل ناس بتترقص في الشوارع رجال مع نساء وحفلات غنائية وعرض أزياء في المدينة. أو هؤلاء أولى الناس بهذه الأحاديث. والله حدث ولا لا حدث صلى الله السلام في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. اللهم المستعان. لذلك البخاري رحمه الله تعالى بوب الحديث فقال باب اسم من آوى محدثا لا سيما في المدينة. يعني المساعد لأهل الفجور والفسق والمعاصي المساعد لهم والمعاون لهم كذلك له نصيب من هذا اللعن.
الله المستعان. باب اسم من آوى محدثا، إن ساعده وعاونا. حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. المكيال يعني ما يكال، كل شيء يكيلونه يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. لذلك البخاري قال: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم ومد أهل المدينة. حديث أنس بن مالك عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. اللهم اجعل بالمدينة رحمكم الله ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. ولذلك البركة في المدينة ضعفي مكة في الحقيقة، والله ضعفي البركة في مكة سبحان الله. بس ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث علي رضي الله عنه خطب علي، حديث علي رضي الله عنه خطب على منبر من آجر، آجر مثل اللبن يعني الطين اللي هو الذي يجف. خطب على منبر من آجر وعليه سيف، وعلي رضي الله عنه متوشح سيف، فيه صحيفة معلقة ومعه صحيف أيضا معلقة يعني في مع السيف. فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، أسنان الإبل اللي إبل التي أسنان الإبل في الديات، المعلوم أن هناك دية مغلظة ودية مخففة، فإذا فيها أسنان الإبل نعم. وإذا فيها في هذه الصحيفة: المدينة حرم من عير إلى كذا، هي من عير إلى ثور، جبل عير وجبل ثور، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يا رب سلم يا رب، يعني لا يقبل الله منه صرفا عدلا حتى يتوب من 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 الحدث، يعني لا يقبل منه لا قليل ولا كثير. هذا معنى لا يقبل الله منه صرفا عدلا، يعني لا يقبل منه لا عبادة قليلة ولا كثير حتى يتوب من الحدث الذي أحدثه في المدينة. نعم، يقول: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيه أيضا في هذه الصحيفة: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. معنى ذمة المسلمين واحدة يعني أي واحد من المسلمين أجار واحد من المشركين، فإن هذا الرجل بسبب إجارة المسلم لا يتعرض له أحد، وأي واحد من المسلمين كل الناس لهم ذمة واحدة المسلمون. لذا قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أدناهم يعني أي واحد يجيب رجلا من الكفار لا يتعرض له أحد بسبب إجارة إيه؟ إجارة المسلم. لذا قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، يعني لو أن مسلما أجار رجلا كافرا فجاء واحد فتعرض لهذا الرجل، فهذا معنى فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الأمر ده خطير جدا. إذا طالما مسلم رجل من المسلمين آوى رجلا من الكفار لا يتعرض لواحد، فمن أخفر مسلما أخفره يعني لم يحترم إجارته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها أيضا أي في الصحيفة: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى من والى قوما بغير إذن يعني مواليه يعني المولى اللي هو العبد، نعم، فوالى ولا قوما آخرين اتخذهم أولياء دون يعني أسياده، فجعل ولايته لغيره. لذلك في هذا الوعيد العظيم: لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. البخاري رحمه الله تعالى يقول: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. طب جاي البخاري استفاد من هذا مين؟ من داخل في معنى ايه؟ فمن احدث فيها حدثا، كل هذا داخل في معنى الحدث.
آخر حديث الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما زعرتها. يعني أبو هريرة يقول حديث أبو هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما زعرتها. ما زعرتها يعني ما أزعجتها، مع أن الظباء دي صيد للعربي، العرب دول كانوا مولعين بالصيد جدا، فالظباء دي أنفس ما يكون إيه؟ لأن لحم الظباء لحم طيب جدا. فبيقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع، يعني تمشي كده بين الناس في المدينة، ما زعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. يعني هي حرام، وطالما حرام يبقى الصيد يحرم ايه؟ يبقى يحرم الصيد فيها، سواء المحرم يحرم عليه الصيد في الحرم وغير الحرم، لكن الحرم نفسه حتى الحلال لا يصيد في الحرم. لذا قال أبو هريرة لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع، يعني تسير وتمشي بين الناس، ما زعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. واللابة لابتيها مثنى اللابة اللي هي الأرض الملبسة بالحجارة السود، والمدينة كانت هكذا في أولها وآخرها. طبعا المدينة قديمة، الأمور الآن تغيرت جدا. على كل حال فهذا يدل على أن المدينة حرام، وهذا كله في فضل المدينة. وآخر هذا الباب يأتي بإذن الله جل وعلا باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها، أي على شدتها وجهدها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.